جيجي بقالك ساعه يا اختي واقفه مبلمه. انت طالعه يا اختي تنفكي بالكلام ولا طالعه تبلمي في وشي؟ في ايه؟ انا مش مستريح. من ايه؟ انت واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه يا بنت؟ يعني لو هما رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيك، سيك قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بنت جيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقان. ديبو عمال يبعد، كل ما اجي افتحه في موضوع الجوازه الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. كل ما احس ان الدنيا ابتدت تتحكي وامورنا ابتدت تتظبط الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي، ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقه ليه يا بنت؟ مش انت بعضمه لسانك قلتي لي انه جالك المحل وقال لك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه هصدق ديبو امتى؟ لما يبطل يوعدني باي حاجه. ازياد هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. وايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي راح يتصل عشان مصلحته بدي ياخدها، المصاري كمان مو لمصلحته، ده الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب؟ مش حاسس ما كده، مفيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتامن احسن من كده. ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير اللي بدكم اياه واكتر كمان. يلا يلا روح على الشقه، توكلوا على الله. يلا. احيانا بحب اعمل لقاءات بتاعتي في خلا، في الطبيعه الجميله دي. شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه الجديد مع الشيخ خلفان. ده راجل كويس وبيختار شركائه بعناية. ميرسي يا جنرال. ثانيا افكرك بحاجه يمكن تكون نسيتها. عمولتي في الارض اللي انت ما اشتريتهاش. يا ريت تحولها لي بكره الصبح كتير قوي. ايوه بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش. يبقى انا عارف انك ما اشتريتهاش، بس دي مش مسؤوليتي. انا اديتك معلومه بتمنها. انت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتي، مسؤوليتك انت. ايوه بس كان ممكن اي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. ايوه بس انت طلبتها مني عوني وانا اخترتك انت واديتها لك. بس للاسف يعني ما عادتش لازمان. ما عادتش لازمان. كان عندنا بغل في العزبه هنا. حاجه كان بغل كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه. وانا الحقيقه كنت معجب بيه. حبيت ارقيه. قلت اجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل؟ ها؟ اعترف بان انا عملت فيه فضل يعني؟ ابدا. اتمرد عليا. وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. دبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. الحمير خافت زيك كده بالظبط. على فكره يا سن، عوني نجح في الانتخابات، قصدي نجح في الاختبار. عمره ما هيبقى بغل، هيفضل طول عمره حمار. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده يا شيني؟ معقوله يخطفوا الولد يهربوه كمان بره مصر؟ ليه؟ واحنا فين هنا؟ بس اهم حاجه الفؤاد اللي انا حكيته لك ده ما يخرجش بره لو سمحت. لا 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 طبعا اطمن يا شيني يا اخويا، انا فاهم فاهم كويس قوي. بس انا عايزك تقول لي بس، هم طلبوا فديه؟ الموضوع مش موضوع فدية وفلوس، المشكلة يا سيدي إن أبوه هو اللي خطفه. طب أنت ما بلغتش البوليس ليه يا شيخ لغاية دلوقتي؟ بوليس؟ هو فين البوليس يا فؤاد؟ البوليس خلاص انكسر ومحتاج سنين عشان يعتقل. لا مش للدرجة دي يعني، أعتقد لو طلبت منهم ممكن يساعدوك.
بلاش نضحك على نفسنا يا فؤاد، ده اللي بيتخطف جوه مصر، البوليس مش قادر يعمل له حاجه، البلد بقى اللي خرجوه بره. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل مكتفين ايدينا كده يعني؟ ما طبعا انا عمري ما هسمح لحد يقول دراعي. الولد ان شاء الله هيرجع. تعرف انا جبتك ليه يا فؤاد؟ انت بالذات يعني. عشان محتاج ارجع لايام زمان واهرب من الزمن اللي غرس صوابعه في عينيا. زمن قاسي وكئيب. معاك حق يا شيمي. تصدق بقى انا ما كنتش عايز اقول لك كده. انا بدأت اخاف. احنا ما كناش كده خالص. فين ايام زمان لما الدنيا كانت هاديه ورايقه؟ ده الواحد لما كان بيرفع صوته في الشارع كانت الناس بتتكلم عنه. اليومين دول ما تاخذنيش يعني، انا شايف سلاح في كل ايد ودم سايح في كل حته والناس رايحه جايه رايحه جايه، ولكن في حاجه حصلت. كان الموضوع بقى طبيعي يعني. ليه؟ احنا رايحين على فين كده يعني؟ مش عارف. الظلم والحرمان والجوع اللي الناس عاشته سنين بيطلعوا علينا دلوقتي، ودي ممكن تبقى بدايه طوفان. طوفان هيبلع الكل. يا معلم مالك؟ خلاص يا ابني، مش مطمن اللي اسمه زياد بصيبس ده. ولا انا كمان مطمن. مش فاهم ايه حكايه الوسيط اللي نطت لنا فجاه دي. يا عم يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. الراجل هيجي ويخرجنا من هنا، واكيد هيبقى مع الوسيط. فرفش فرفش ايه يا عم الحاج؟ ما احنا برضو مش لازم نامن له قوي كده. انا حاسس ان في حاجه ناقصه كده، في حوار بيتم. سعيد؟ ها سعيد صح، لان المفروض لما الدهشور يكلم سعيد قال له ان الواد تمام وفي امان وكل حاجه زي الفل، يبقى ايه لازمتها حكايه الوسيط؟ يا ده الوسيط اللي هيعكننا ده، في ايه يا عم؟ افتح التلفزيون شوف اي ماتش ولا اي فيلم من بتوعهم. افتح يا باي. انا في الكام ساعه اللي فاتوا دول شفت حاجات يا ستار. يا رب ربنا يا بنتي يكون في عونك في المستشفى اللي انت فيها كل يوم ديت، بتشوفي عيا وعيانين قد كده عشان تقدر البطوله. ابويا صعبان عليا قوي يا شيماء. ابويا اصله من وانا عيل صغير تحت ايده في الورشه، وشايفه قدامي وتد وصلب وناشف كده وماسك نفسه. من بعد موضوع الورم دوت بقى كاشش ودبلان وداخل في بعضه. ربنا يكون في عونك يا رب، ويشفيك ويشفي اللي زيك. روق بقى، ان شاء الله العينه هتطلع سلبيه وهيبقى زي الفل. معلش يا شيمو، انا عارف شويه مش عارف اخد ودي معاك في الكلام. مالها شيمو طالعه منك حلوه كده النهارده؟ ويعني اول مره تطلع حلوه؟ تاني مره، قلتها لي مره قبل كده في التليفون. انا اصلي بصراحه كنت محوشها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد. بقول لك ايه؟ تعالي نقوم نتمشى شويه، انا زهقان من القعده. انا ما قلتلكش ان اخويا سافر؟ والله بجد؟ عاد عمل ولا ايه؟ لا عاد عمل ايه؟ دول يومين كده صد رد. هو كان نفسه يسافر من زمان، انت كنت قايله لي على الموضوع ده قبل كده اصلا، شكله هيعملها ويكمل ويقعد. لا يكمل ايه؟ كان قال لامي ولا قال لي ولا قال لجيجي ولا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا ريتنا ما قمنا يا ريتنا ما قمنا. في ايه يا بنت مال؟ واحد من عندنا من على من الحته شافني. شافك؟ طب اهدي اهدي يا شماء، خير ان شاء الله. هيروح يقول لهم، هيروح يقول لهم. لا مش هيحصل، كل خير ان شاء الله. اهدي بس اهدي. امشي امشي دلوقتي. امشي ازاي؟ انا لازم اوصلك. امشي والنبي، مالكش دعوه بيا دلوقتي. امشي. يعني هلال الدهشوري ما قالكش ان في الفتره الاخيره كان قلقان من حد معين، من شخص معين؟ باش انا كل اللي بتربطني بهلال الدهشوري سيره عمل مش اكتر، ما اعرفش اي حاجه عن حياته الشخصيه يعني. طب ما تعرفش مين اللي ليه سر في خطفه؟ الدهشوري في السوق من زمان قوي، بس عمره ما صعد خلاف بينه وبين اي حد للدرجه دي. ممكن يكون على البلطجيه عايزين منه فديه ولا اي حاجه. ما هم لو طلبوا فديه كنا احنا عرفنا. لا لا انا ما اعرفش حضرتك، ده مش شغلي، ده شغلكم انتوا يعني. انا قلت لك كل اللي انا اعرفه بصراحه. ماشي يا سعيد بيه، لو عرفت اي معلومه يا ريت تكلمني تقول عليها. اكيد ان شاء الله. سلام. مع السلامه. اتفضل يا باشا. سلام. روعه. بقول لك يا باشا. نعم. كنت قلت له على عيال اياها اللي كسروا البازار، كنا خدنا حقنا منهم. لما يقول لي عرفت من مين اقول له ايه؟ اصل مراتي شيمي صاحبتي هي اللي جت قالت لي. اهدى علاء والنبي وركز، مش ناقصك انت كمان على الصبح. بعدين يا عبيط انت، انا من مصلحتي ان العيال دي تخلص على الدهشوري.
عشان ما يبقاش لينا ديول في الموضوع دوت ولا اي حاجه ثانيه. نتعلم منك يا باشا، والترتيب اللي انت عامله يبقى اكيد هيخلصوا عليها. خلصوا عليها يا رب عشان نخلص. اتصل بزياد كده شوف العيال عنده عامله ايه. انا يا باشا. ما عندكش مواعيد الليلة دي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيد الليلة دي. انا الليلة دي ملكك، قاعد معاك للصبح. مش هينفع، عندي بعد ساعة اجتماع في المجلس. هي دي المجلس على فكرة بقى، شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء. بتخليكي معايا ها؟ طب بذمتك القعدة معايا مش أحلى؟ أمجد، أنا قلت لك قبل كده أنا اللي حدد إمتى نتقابل وقد إيه. يلا قوم بطل لعب عيان، أنا مش فاضية، أنا عندي مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات كبيرة؟ هو في أكبر من كده مسؤوليات؟ أنت يظهر إن الخمرة اللي حسد دماغك. تنسيت انت بتكلم مين؟ لا يا ستي ما نسيتش بكلم مين. بكلم فريدة هانم، اكبر وزيرة في تاريخ مصر. يا ستي اكبر وزيرة في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا. واذا كنت انت وزيرة فانا هنا الملك. مش مظبوطه، الشنطه بتاعت شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت من ساعه ما زياد نزل وانا شايف ثلاثه واقفين تحت بيراقبوا العماره كده. تمام، مش واخد شمت. اتشمت انا شنطتي، متاكد انها اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في اي لحظه. يصطادونا ازاي؟ احنا بعتوا لنا بتوع الهجره، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم. ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجه اصلا. الشقة دي مش أمان، والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش أم الشقة دي، يلا. أنسة شيماء، أنسة شيماء، في حاجة يا نحلة؟ هيخطبك ولا بيستعمل؟ هو مين ده يا نحلة؟ أنا كان ماشي معاكي، كان مسجدي. يا نحلة أنت؟ أنا بخاف عليك، والله العظيم بخاف عليك. مش عايز اي حاجه وحشه تحصل لك صدقيني. نحلة انت عارف ان انا بستجدعك واعتبرك زي دياب اخويا، مش كده؟ بس انا كنت بعتبرك حاجه اكبر من كده بكتير. بصي على العموم ربنا يسعدك وانا فرحان ان شاء الله، بس هو يكون عارف قيمة الحاجه اللي معاك. نحلة هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء، انا نحلة هفضل جدع قصادك طول عمري. ما تخافيش. يا اهلا وسهلا. قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي يا ابو السيد. بس تصدق يا اخي سبحان الله فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا، مش اخوات ورابعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بزنس مان، عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما تردين مع بعض. لا يا باشا، انا والرايق شغالين يمين في يمين، والعوق ملناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده يا ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟
ايه يا عم؟ ده احنا نعمل معاك الواجب، حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا، واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الرايق عمل خيط بسفره اليومين دول، يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه. من ايه لا مؤاخذه يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يسويها يا باشا. باشا وسيد، ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي، واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرايق يجي بالسلامه تبلغه اني عايزه. ماشي يا باشا. بليز طب سيدي، الحمد لله على السلامه. بس كام قال كيو ايه مع مين دول؟ امن العماره؟ شو مي يور باسبورت بليز. اي دينت فايند اني ثينج. يو ار ان ماي ايريا دونت دو اني ثينج رونج. اوكي اوكي شور شور شور. تعرفي والله يا شماء الواد محمد طلع جدع. اسكتي، ده انا دمي نشف لما شافني، قلت هيجي يفتن وهروح في 60 داهية مع امك. بس انتي برضه ابقي خدي بالك. هعمل ايه يعني؟ مش من مزاجي يعني. يلا بقى، حصل حصل. شيماء ايوه. ايه ده انت هنا؟ ايه انت نازله ولا ايه؟ راح اصور ورق. الله، وما صورتيهوش امبارح وانت راجعه ليه؟ جايه النهارده وانت في يوم اجازتك ونازله تصوري؟ كان زحمه. والنهارده اللي رايق مش هتاخر. بقول لك ايه، ما انتش نازله بيت يا شهد، روحي اعملي لي كوبايه شاي عشان اروق بيها نافوخي. دي توزيعه بقى وين ولا ايه؟ امشي روحي اعملي الشاي. رايحه اهو. شيماء، بقول لك ايه، تعالي عايزاكي في كلمتين. اسود ده كمين عسل. واي كمين يا معلم، باينه زي الشمس. جم جري على الحمام عارفين هم رايحين فين وبيدوروا على ايه. قضيه 100 100، بدله حمراء على طول. ايه دي سهرة العمر اللي كان هيسهرها لنا؟ عمر مين يا عم؟ ده احنا عمرنا كان هنروح حضر. يا ابن الكلب. قافل تليفونه يا عم. طبعا لازم يقفل تليفونه، ما عمل اللي عليه خلاص. يا جدعان احنا لازم نخلع من هنا بسرعة. نخلع بقى فين؟ نشوف لنا أي حتة نقعد فيها. أنا عارفة إني غلطت كتير، بس ما كنتش أتخيل أبدا إن عقابي هيكون في ابني. عاقبني في أي حاجة إلا هو. يا رب أنا ماليش غيره، يا رب رجعهولي رجعهولي يا رب. أجيلك في وقت تاني؟ لا يا بابي، تعال. في أخبار يا بابي؟ لا حبيبتي، بس عمال افكر في موضوع داليا ده.
مش عارف لو اتأخرنا أكتر من كده وكانت هي اللي ورا سعيد فعلا، إيه اللي ممكن يحصل تاني؟ مش عارف. أيوة بابي أنا عايزاك تعمل كده، أنا متأكدة إن هي ليها إيد في اللي إحنا فيه. حاضر يا حبيبتي، حاضر. طب ما تجيبي كده من الآخر يا سونا وتقولي لي عايزة إيه؟ بعد كل اللي قلته ده وما أنتش فاهمة؟ لا مش فاهمة، هاتيها لي كده بصريح العبارة وقولي لي هو مين؟ هو إيه كهن البنات ده؟ ما أنتِ فاهمة أهو، الواد سيد سيكا. اللي عليه العين والنية. سيد أخو الرايق؟ آه ماله في إيه؟ إيه رأيك فيه؟ رأيي إزاي؟ زي الناس، الواد راجع من بره عاكم له قرشين حلوين، واد على قد إيدنا، واد جدع، وهو ده اللي يسونك. هو قال لك حاجة؟ لا ما قاليش حاجة خالص. أمال أنتِ بتتكلمي كده إزاي؟ أروح أطلب إيده ولا لعب له حواجبي ولا أفرع الناصية يا ماما؟ إيه رأيك أفرع الناصية؟ أفرع الناصية. بت يا شيماء كلميني عادل يا بت. وانت بتكلميني كده ازاي ياما؟ في ام تكلم بنتها كده؟ اه تكلمها كده ونص، ايه رايك فيه؟ ردي عليا. لا ياما لا مش عاجبني ومش هتجوزه ولا هو ولا غيره، انا اعدالك اعدالك ياما. نعم يا الدلعه دي، مش هتتجوزي ده ايه؟ لا الكلام ده ما يطمنش يا شيماء، قولي لي مخبيه عني ايه؟ يوه ياما. طيب يا شيماء وحياه امك لاكون عارفه كل حاجه والنهارده. وبعدين في دور ده هنعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه هو في الاخر يعني؟ والله حاسس كلام الواد سيكا اللي بيخلص في اي حوار، بس كله بحسابه. يا عم بحسابه بحسابه بس يرد علينا في الاول، ده عامل فيها نجم ما بيردش علينا غريبه. ايوه يعني السواح يعني في الاخر يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تكلم الواد سيكا في مصر، تفهمه ان هو ما بيردش علينا، فلازم يكلمه يديله نمرتي، يا اما يتصل بينا يا اما يرد علينا. هات التليفون. ايه؟ يا سيكا يا حبيبي، وانت كمان وحشتني. ايه الحوار؟ ده الواد اللي عندك ده انا هنفخه بس لما اجي. بعدين اقول لك. الواد صاحبك الطلياني بيكلمه وما بيردش، مش عارفين نوصل له. كلمه كده خليه يكلمنا، اديله رقم حتى يوسف يكلمنا عليه. حلو برضه كلمه انت على طول. بس النبي رد علينا بسرعه يا سيكا. يلا سلام يا حبيبي. سلام. تمام هيكلمه خليه يجي لنا من ايطاليا علينا على طول. وده عبال ما يهز طوله ويجي من ايطاليا لحد هنا، ناخد فيها قد ايه كمان؟ ساعة ونص بكتير. بقول لك ده مين؟ بص بقى رغم الجمال والنظافه اللي احنا فيها دي، بس القهوه بتاعتك احسن من اي مكان يا جدع. انت بتتريق هلا ولا في ايه؟ اه بتريق. ماشي يا ديب. ولا البت دي تيجي ايه في حلاوه الواد نحله؟ انت كمان؟ طب وحات امك انت هو، ما انتوا داخلين القهوه تاني يا جزم. ايه ده بقى في ايه يا جدع انت؟ لا بنسخنك بس عشان الساعه اللي احنا فيها دي. يا عم سيبوني في حالي. بقول لكم ايه؟ انا زهقت من القعده دي، تيجي نفك هوا شويه. ونفضل بقى جارين ورانا الشنط دي كلها. يا عم هنسيب الشنط عند الولاية دي ساعتين وبعدين نرجع ناخد. يلا نضرب البتاعة دي. يا عم هاتها معايا امسك. يلا. اه بالراحة. هات البادي دي اللي معلقة هنا. الله. أنا مش قلت يا بنتي إنها تتغسل، بيغسليها. ألو، أيوة يوسف، إيه الأخبار؟ بتقول إيه؟ لقيتوه؟ لقيتوا رامي؟ لقوا رامي، لقوا رامي تاني. ألو، ألو، خط قطع. لازم أقول لك بسرعة، أروح لك بسرعة. جاي تليفون للشيمي دلوقتي وبيقولوا ان هم لقوا رامي. الو سعيد انت ما بتردش ليه؟ واضح انك انت جيت تكلمي سعيد. طلبتيني انا سعيد ايه؟ انا ما تكذبيش، انا خدت موبايلك مسحت معايا اسمي ومسحت كلمه سعيد وحطيت من كاتب اسمه عشان نتصل بيه ارد عليك انا وده اللي حصل. طيب اسمعني خساره طول عمر غالية كابتور عليك نكوسها، أنا ما كنتش بصدقها. اطلعي بره! لم حد اطلعي بره! شيمي حرام عليك اسمعني أرجوك! ابني سعيد ينفعك! اطلعي بره يا ابني! بره! إيه ده؟ حتى الطوب بتلعبوا كورة؟ أهو حاجة نتسلى فيها عقبال ما تيجي. إيه اللي أخرك؟
امي قفشتني وانا نازله. ايوه واسطواني كل يوم بقى، كنت فين ورايحه فين وجايه منين؟ لا المره دي جايبالي عريس. نعم جايبالك ايه يا باشمهندس؟ انت حد تقدم لك ولا ايه؟ ولا تقدم ولا نيله، هي فجاه كده طقت في دماغها، ده واحد جارنا كان مسافر ولسه راجع من السفر، فجاه زنقته لي ما اعرفش ليه. غير بقى الموضوع ده. اغير موضوع؟ انا فتحت موضوع ولا اتكلمت فيه ولا قلت اي حاجه؟ انا مش عايز اسمع حاجه خالص اصلا. غلستك. غلستي؟ العريس قال على الحرام من دينا اقطع رقبتك من جسمك. هو ده الصايع الضايع اللي مضيعك؟ هو ده الصايع الضايع اللي مميل عقلك؟ إيه إيه تعالى في انت مين يا وليه؟ انا مين يا وليه؟ انت يا ابن الكلب، انت اللي مين؟ ماما يا حكا تموي لما يشحت في قلبك. اسمع بس يا حاجة، انت ولا يا صايع يا ابن الكلب. عادي بس هفهمك يا حاجة، ما حصلش حاجة. هو انت كنت لسه نازل مستني يحصل حاجة؟ الحقوني يا ناس. هفهمك بس يا سيدي. ابو سيدي خد الحقوني. اسمعك ده ايه؟ ابو سيدي انا مفيش حاجة يا جدعان، مفيش حاجة يا جدعان. عليا النعمة لو وريك يا ستي. ما تعرفش حاجة. لا 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 بدنا نديبه. بس بنت موحى وحشتني حبتين. وحشتك؟ ده احنا مبقالناش يوم لحقت. ما انا كمان يا اخي والله مستغرب، كنت فاكر ان انا لو غبت 20 سنة حتى ولا كان هيبقى في دماغي ولا يفرق معايا. بس عارف انت لما يكون في حد ناقصك، حتى اللي بتكمل يومك بتكمل حياتك، حتى لو ما قعدناش ما اتكلمناش، صوتها يا اخي بيرن في ودني زي الجرس. في الشارع، في البيت، في القهوة، في كل حتة. فاهم اللي انا بقوله على اللي عمال تهزلي في دماغك وخلاص؟ لا فاهمك احنا ايه. سيبك منه، ده قلبه جامد. انا عارف ملوش في الكو ده خالص. انا كمان امينة وحشتني قوي. امينة؟ تاني يا ديبو امينة؟ تاني يا ديبو امينة؟ هو كمان في امينه وانا معرفش انتوا بتحكوا لبعض من ورايا ولا ايه؟ امينه دي زي نغمه المزيكا اللي تسمعها وتشوفها في نفس الوقت، وانا معاها ما اكون مبسوط قوي. بحس اني فصلت عن الدنيا ورحت الدنيا تانيه خالص. اتكلم براحتي، حد فاهمك اكتر ما انت فاهم نفسك، بكون معاها بعبلي كده. مش عايز اي حاجه من الدنيا، بكون حر من الآخر يعني. ببقى سعيد معايا يا ريت. طب وأمينة دي حصلت إمتى بقى؟ زي الحلم تفضل تحلم بيه وتسرح بيه بخيالك، وفجأة تلاقيه قدامك بيحصل بجد. الله يكون في عونكم والله. صعبانين عليا. صعبانين عليك. أنت عشان ما تفهمش في الحاجات دي خالص. أحسن يا عم، خليني كده مش فاهم. اللي انا فاهمه حاجه واحده، ان الدنيا دي عامله زي الكرباج، ولو فضلت اسبل لها واتنحنح لها زي ما انتوا بتعملوا كده هتروح لسعاني على ظهري وتعلم عليا، وانا ظهري خلاص مش ناقص علامه. اتفضل اسمي. بقول لك ايه، الصح انك تقع على واحده ترميك لفوق، وبعد كده بقى تيجي الكمانجات وواحده تكملك وواحده تحلم بيها، وان شاء الله عنهم ما جوهم حتى لو ما جوش. ولا تصدق ان احنا هبله اصلا ان احنا حكينا لك على اي حاجه؟ صح والله العظيم عندك حق يا ديبو. فين باولو؟ هكلمه. ده باولو فين؟ خلينا نقوم بالساعة اللي احنا فيها دي. هو بيتصل. استنى. الو يا باولو. بتقولي قال ايه؟ واحد بيحبني وبحبه عايز يتجوزني. ايوه بيحبني وهتجوزه مش
بذمتك. طب احلف يا بت. وفي ايه يا نحلة؟ مفيش حاجة، قاعد قاعد يا سيدي. يعني انت قاعد على ودانك كده؟ ايوه لا انا معاك. لا ده حوار كده. سيك انا همشي اروح مشرب راجع تاني. يا عم امشي يا عم. تاني؟ طب افرضي لو جوزك طب علينا هتقولي له ايه؟ السلام عليكم. ايه؟ يا واد يا سيكا. اخوك في الرضاعة؟ يا حنين. يا ولا. طب قولي لي. واد يا نحلة. كم اخد في الرضاعة؟ يا نهار اسود. ده فريق كورة. يا واد انا عاوزة باكيتة سكر يا ولا. ربي علي. طيب يا اللي على الباب. طيب طيب يا اخويا متسربع على ايه؟ انا جاي اهو انا جاي. بالهداوة شوية. هو انا هروح فين يعني؟ اها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اقعدي. ايه ده يا حبيبتي؟ لازم تنزلي تنتخبي. انتخب ده هو بالذات يعني؟ ده ايه ده؟ حزب اللمبة. حزب اللمبة؟ طب يعني مش معنى ده هو بالذات يعني اللي هنتخبه يعني؟ عشان تدخلي الجنة. اه؟ يعني انا لما انتخب ده هو هياخد بايدي للجنة؟ ما شاء الله ما شاء الله والله. طب طب يعني هي الجنة دلوقتي بياخدوها بالانتخابات؟ انا اعرف يا حبيبتي ان الانتخابات زمان كانت بتودي جهنم الحمراء. اي والله. بس معلش ننتخبه. خلاص يا حبيبتي ان شاء الله هننتخبه. السلام عليكم. مع الف سلام. مع السلامه يا حبيبتي. بقول لك على ديبو ما تيجي تجيب حاجه لامك من هناك تفرحها بيها. يا عم الحاجات دي كلها موجوده في مصر. مصر؟ أنهي مصر بقى اللي فيها الحاجات زي دي؟ مصر التانية. مصر بيدخلوها بكرنيهات. كل الحاجات دي موجودة فيها بس الثمن أغلى شوية. مالك يا يوسف؟ مخنوق. حاسس إن الواد زياد ده علم علينا. يا عم سيبك منه بقى دلوقتي، تعال خش نجيب شوية حاجات للناس اللي في مصر دول. يلا يلا فكك. يينا يينك، مالك يا بت مسهتنا كده ليه؟ في إيه؟ يعني أنتِ مش عارفة في إيه؟ عارفة. ومش متوقعكي في اللي انت فيه ده. ايه اللي انا فيه؟ هو انا عملت حاجه اصلا؟ ده ديب هو اللي متعافي وعمال يشوط فيا زي ما يكون كوره كاوتش وكل شوطه ايه؟ انا احمد تاني وانا ساكته وهو متعافي عليا قوي يا موحى. بقول لك ايه؟ والنبي خليني ساكته وكاتمه في جوايا وخلاص. ساكته ده ايه؟ وانا هسيبك بنارك كده فضفضي يا بت. يو ده مين مستني؟ الو يا موحى. عامله يا بت؟ ازيك وازاي امك؟ على فكرة انت موحى انت توحشتيني قوي. او ربنا وحشتيني. وانت كمان وحشني اكتر. عامل ايه؟ لا انا تمام ما تقلقيش عليا. انا حتى كان نفسي معايا قوي هنا. قاعد جوه المحل نفسي اشتري كل حاجة يا بنت. يا لهوي. هو السفر يعني بيخلي الواحد يتكلم كلام حلو كده؟ خلي بالك من نفسك. ماشي يا حبيبتي. لا 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 بالحق. بقول لك ايه؟ هو ديبو جنبك؟ اصل بنت جيجي كانت عايزه اتكلمك. هكلمك يا بنت. طفي نارك. مش عايزه اكلم. يو جت على التليفون. بس بقول لك ايه؟ انجز عشان الكارت. ها ازيك يا جيجي؟ ازيك انت يا ديبو؟ عامل ايه؟ انا كويسه الحمد لله. طمني عليك. لا تمام العيشه كويسه والدنيا زي الفل الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك. طيب الرصيد بس هيخلص. طيب ماشي سلام. ايه رايك؟ لسه الفار بيلعب في عيب. لا يا اختي ما بيلعبش. تسلمي. اه بالراحه يا بت. ايه يا بت مالك في ايه؟ خالتك سونا جات لها الهفه ونزلت عليا بالمنفضه وهاتك يا ضرب. ليه؟ انا عارفه يا اختي كنت بحوش عن شيماء. ما حكايتها مع احمد اتعرف. يا نهار ابيض. ومين اللي قال لها؟ والنبي ما اعرف. بس شكله كده الواد نحله مفيش حد غيره يعرف. هو اللي شافهم قبل كده مع بعض. يخرب بيته الواطي. لا اصبري عليا. اما طلعت البلا الازرق على جدته ما بقاش انا موحى. سيكا فين يا واد؟ جميلة عليك. العظيم ايه يا واد؟ انت اسمك شفتورة؟ طب مصيبة في شكلك. خد يا ولد انتخب الراجل ده اللي بينتخبه بيروح الجنة على طول. نحلة يا واد يا نحلة. ايه لهي نحلة تقرصك في صرصور ودنك عشان تنطرش اكتر من تقطرش؟ هم حاطين السكر فين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر عليك انت وادريزي لوريخن.
حاطينه فين يا اختي السكر؟ يا اختي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اه ياني ياني يا ما ياني يا ما ياني 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 ياني. انت مين يا اخويا؟ يا خرابي انت مالك يا اخويا؟ انت هتتخني؟ اشيل لك دهي؟ حاضر حاضر هشيلها لك. يا عين امك يا امك فكني والنبي الله يخليك. افكك؟ ايوه والنبي. لا لا لما استعلم عن شخصيتك الاول. حاضر. اشوف انت مين؟ الله قول لي يا اخويا انت مين ربطك الربطه المنيله بستين نيله دهي ورماك الرميه السودا دهي؟ عيل ابن حرام كان داخل يسرق قفشته ضربته ضربني وربطني. فكيني والنبي الله يخليك. انت عارف هما اصل هما لما بيشوفوا الرايق مسافر ومش موجود هنا هو بيستجهزوا الفرصه بقى. طب فكيني والنبي ولما يجي الرايق قولي له على مهلك فكيني عشان الحقه. تلحق مين الرايق؟ لا الحرام. متأكديني ده الأوتيل ولا إيه؟ مفيش غيره في الشارع. هاي وي نيد روم فور 3 بيبل بليز. Our friend made reservation for you. Here is room 16. Our friend made reservation? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. ماشي يا قط هستنى لويك من 6 ل 7 بس لو ما اتصلتيش حجزك هيروح. اه واخد اللي بعديك. هو ده النظام. ماشي يا قط سلام. ده ما يقعد يا سيكا يا ولد. انت ما بتعبرنيش اللي مبنده عليك يا ولد. وبعدين ايه حكايه القطه اللي عماله تنونولك في التليفونات دي يا ولد؟ قطه يا عمتي بس قطه على ايه؟ صاروخ. يلا يلا على الصواريخ يلا. ايه يا عمتي؟ انت ايه اللي جابك هنا صحيح؟ ايه اللي نزلك؟ والله ما انا فاكره يا ابني. ايوه افتكرت دلوقتي لما شفت وشك كنت عاوزه باكيت سكر اعمل لك سد الحنك. الا قول لي يا سيكا الراجل اللي الطيب ابن الحلال الامير المحترم الامراء ده اللي كان جوه ده يبقى مين؟ اللي كان جوه فين؟ في المخزن يا واد. المخزن؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. وديتيه فين يا عمتي؟ ايه؟ سبته فكيته وجري علشان خاطر يلحق الحرامي ابن الحرام. وديتيه يا نهار اسود. ايه يا معلم ده؟ هو باولو ده هيطلع نمره ولا ايه؟ هو مسيستم كل حاجه قبل ما نيجي؟ هنبتدي بقى من اولها. انا ما كنتش هجيبك معانا بس انا عارف انت نفسك تركب طياره. نفسي اركب طياره؟ لا نفسي اركب الهوا. يا عم الحلو انت هو احنا هنقعد نهزر؟ ما باولو ده ممكن يطلع اوسخ من زياد. ازاي يعني؟ بقول لك تبع اخويا، اخويا هيلبسنا في الحيطه. طب ما الدهشوري ما كانش المفروض يلبسنا في حيطه ولبسنا مع زياد. ايه مالك؟ ما تقدر. ايه ده؟ ايه ده انت عامل حاجه؟ انت مين؟ باولو. باولو انا سيكا كلمني عنكم وقال لي على السلاح اللي انتم محتاجينه. مالك يا عم في ايه؟ انت بتعاملنا بقرف يعني ليه كده؟ في ايه؟ وبعدين ايه موضوع باولو طلياني وبتاع ايه الجو ده فيه؟ لا 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 مفيش حاجه بس انا ابويا مصري وامي طليانيه. وبعدين انا عشت في مصر اكتر ما عشت في ايطاليا. ماشي احنا بنفهم بس. عشت يا سامي عم باولو بقول لك ايه السلاح تمام بس احنا هنحتاج منك شويه معلومات ثانيه. عمر دلوقتي في منطقة اسمها ميرنا، عايزين نوصل لها، ازاي؟ اه انتوا مين بقى تحذروا بقى؟ بص بقى المنطقة دي بتدور على المافيا، وبعدين صعب الدخول ليها جدا. واحنا بقى عايزين ندخلها، وعايزين نعرف كمان معلومات عن واحد اسمه زياد بصيبس. هجيب لكم كل حاجة، بس بقى دي اتفاقية جديدة خالص. اتفقنا. أمين أنا مش عارف، هل ينفع أنشر تحقيق زي ده في الوقت ده؟ ليه لا حضرتك؟ لأن تحقيق زي ده هيقفل بعض القراء مننا. يعني إيه الناس هتنتخب عن جهل؟ يعني ايه الناس مشاعرهم الدينيه هي اللي بتحركهم. اقول ايه للراجل البسيط اللي بيشتري الجريده؟ اقول له انت جاهل؟ اقول له انت حمار؟ يا فندم دي حقيقه انا شفتها بعينيا. في ناس كتيره جدا بتنزل تنتخب ناس هي اصلا ما تعرفهاش، وفي المقابل في ناس بقى قليله جدا بتنتخب عن قناعه، ده واقع. ما ينفعش ما ينفعش نبقى مباشرين كده. ما ينفعش ندي الناس خبط لزق. الناس فرحانين بالانتخابات ما ينفعش نحبطهم.
يعني التحقيق مش هيتنشر؟ هيتنشر. اقعدي يا أمين، اقعدي. أنا عارف إن أنت ذكية ووطنية ومثقفة، بس واحدة واحدة. ألو؟ إيه؟ الشبكات عنيفة؟ بين الشرطة والمتظاهرين؟ طيب طيب، أنا هتصرف. يا فندم أنا فاضية دلوقتي وممكن أنزل أغطي الاشتباكات دي حالاً. أنت ما ينفعش تروحي، أنا هتصرف. أيوة عزم، في شبكات عنيفة في محمد محمود. ولما لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري. بقولك إيه، الجدع اللي اسمه باولو ده اختفى، أدي له يومين أهو لا حس ولا خبر ولا معلومة حتى بجنيه. يا عم معلومة إيه بتاع إيه؟ أنت عايش في أحلى بلد وأحلى نظافة، ده الواحد نفسه يقضي بيت عمره هنا يا أخي. بقية عمرك؟ أنت إيه شوية الهواء النضيف اللي حاصل لك دماغك ولا إيه؟ بقولك إيه، يطلع منها. والله ما تقدر تعيش هنا. خلاص احنا خدنا على مصر ومصر خدت علينا، طبعنا على بعض زي تيل الفراول. ايه جو الفصلان ده يا اخي؟ ايه ارحمني شويه. هو الواد مني فين؟ اتاخر ليه كده؟ نزل يجيب اكل وسجاير. انا عليه تحت اكون جرى له حاجه. اهو جه اهو. ايه يا عم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اتاخرت ليه كده؟ ولا حاجه، نجيب سجاير واكل وشويه حاجات كده وبيره وبتاع. ايه ده؟ طب سجاير وفهمناها. ايه ده؟ ايه دي؟ دي لعبه. لعب لعبه؟ لعبه 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 يا عم. في ايه؟ فرح عبده بخمسة جنيه يعني. ايوه يعني ايه لازمتها؟ جايبها ليه؟ يا عم لعبه جايبها عادي، جايبها عشان الواد، الواد عشان اول ما يشوفنا يحبنا وما يخافش مننا يعني. يا حنين، ده من امتى الكلام ده بقى يا عم ميمي؟ يا عم يوسف انت طلعنا على المسرح، ما تنزل من على وداني. ماشي ميمي، ربنا ان شاء الله يرزقك بواد زيه. مين؟ يرزقك بواد زيه. طلع سجاير. هتودي الفستان يا مديحه؟ ايوه يا مدام، هخطف رجلي ساعه كده واروح لمدام غاده قبل ما تشغل جنونتها علينا، دي متكلمه لغايه دلوقتي اربع مرات. اعملي معروف. انت هتروحي لها 6 اكتوبر؟ ما كنت خليتيها بعتت السواق؟ لا، ما هي قالت لي انها عند مامتها في جاردن سيتي. طيب كويس، بقول لك ايه، خدي الفلوس دي وصليها بالمره للراجل بتاع القماش في طريقك. دول كام؟ 4000 جنيه، عديهم. مش حضرتك عديتيهم؟ لا معلش، عديهم برضو، الفلوس بتحب العد. حاضر، بقول لحضرتك ايه؟ نعم. ممكن استأذن في اجازه بكره؟ ليه يا مديح؟ اصل لو يطلع الست اللي خدت عنوانها من عم حسن. طب انت اتاكدتي من العنوان اللي اداهولك؟ انا هروح وانا ونصيبي، والله لقيتها خير وبركه، ما لقيتهاش هعرف عنوانها جديد واروح لها عليه. ماشي يا مديح، ربنا معاكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، متشكره قوي يا مدام. العفو. اقول لكم يا جماعه، احنا مش هينفع نثق في اي حد بعد اللي حصل لنا مع زياد ده. مظبوط. جريد عام، انتوا قالين فعلا باولو ولا ايه؟ قلقانين منه، واحنا نعرفه منين؟ ما قلت لكم 100 مره تبع سيكا اخويا، ما تخافوش. يا دي سيكا، هو سيكا ده يعني من غصه وده من جنه؟ بقول لك ايه، اهم حاجه السلاح ما يباتش في الاوضه الليله دي. لا ما تقلقش على الموضوع ده خالص، انا اتصرفت. اتصرفت ازاي؟ خبيته. خبيته فين؟ عند الجيران. جيران مين؟ جيران اللي جنبنا. بقول لك ايه، بيقول ايه هنا؟ قلت له انا اجر الاوضه. دخلت وخبيت السلاح واديتها قرشين، وقلت لو اي حد اجر الاوضه بلغيني الاول، ما تقلقش. باولو ولا ايه؟ لا دي غالية. طب بقول لك ايه؟ بلاش بقى تحكي لها وطمنها. اطمنها؟ اطمنها. لا لازم تقلق طبعا عشان نحلل السبوبة. لا ارعبها احسن، ارعبها. الو يا غالية. لا كله تمام الحمد لله. اطمني يعني، نلاقي سكة تانية يعني. بقول لك ايه؟ أنا وعدتك ده لو آخر يوم في عمري. أنا هرجع بابنك. ماشي يلا، أنا لازم أقفل. سلام. ازيك يا تيف؟ صبح دوام، ناره أبيض. إيه على فين كده يا عم الشماريخ؟ على فين إيه؟ أنت مش داري بالدنيا ولا إيه؟ دي البلد خربانة. خربانة؟ يا جدع محمد محمود مولع والغربان متحصرة، وبإذن الله هنقصقص ريشهم النهاردة. أنت مش جاي معايا ولا إيه؟ لا معلش، أنتوا هنعرفين. أنا أصلي بس رايح مع أبويا مشوار كده عشان هنعمل له إشعاعات. أخص عليك يا أبو حميد، أنت بتتهرب ولا إيه؟ بتهرب إيه يا تهامي؟ بس بقول لك رايح مع أبويا أعمل له إشعاعات، هتهرب ليه؟ وبعدين هنروح هناك نعمل إيه؟ هنروح نعمل إيه؟ هنروح عشان نجيب حقك يا جدع، ولا أنت سامحت؟ يعني هم اللي في محمد محمود هم اللي كسروني؟ كلهم زي بعض عندنا،
ولازم يتكسروا عشان يحرموا يعملوا كده تاني معانا. هشوف هشوف يا دهان، هشوف بس حوار ابويا يخلص على ايه، وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. مش ده احمد اللي انا اعرفه، ده انت كنت اول واحد فينا بتشتبك وبتدخل على الامن بصدرك. ايه اللي حصل؟ هي الضربه خلتك جبان قوي كده؟ انا مش جبان يا تهامي، انا مش جبان. قلت لك هروح اشوف مع ابويا حوار الاشاعات ده وهتخلص على ايه، وبعد كده لو عرفت اجيلكم هبقى اجيلكم. خلاص بقى في ايه؟ بشوقك يا صاحبي. بقولك يا عم انا عايز اعرف اخرتها ايه، فين الراجل اللي فص ملح وبداب ده؟ بقولك يا عم الحاج انا على اخر النبي، زهقت من الاوتيل والشارع اللي ورانا والشارع اللي جنبينا والشارع اللي قدامنا، مشوني من هنا يا جدعان مشوني. في يا جدعان في ايه مال؟ كل حاجه تتحل ان شاء الله، احنا هنا عايشين في الجنه في الجنه. بقولك يا عم ميمي، الراجل ده لو ما كانش هيساعدنا نشوف الف غيره، يا اما اتكلم اخوك دلوقتي عشان نعرف راسنا من رجلينا. ماشي هات يا عم اكلم سيكا. مساء الخير. مساء الخير يا برودك يا اخي، سيبنا من الصبح عمالين ناكل في نفسنا، انت فين؟ ايه يا عم كنت بلعب ولا ايه؟ يا عم ما بتلعبش ولا حاجه. ايه يا عم النجم وصلت لايه؟ مفيش يا سيدي، زياد ده راقبته لكم وعرفت ان هو وشويه جماعه معاه خاطفين الواد بتاعه. ماشي طب العيال دي يعني بتحكي في ايه؟ العيال دي بتحكي في خطف بني ادمين وتجاره في العيال من بلد لبلد. ايوه 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 انا سمعت الكلام ده من زياد قبل كده في وسط كلامه. ايوه يا عم بس الواد ده وضعه مختلف، الواد ده ابوه هو اللي بعته هناك امان. عشان كده مش هنعرف نتفاوض معاهم في الفلوس ابدا. وزي ما انت قلت هو امان. زاد بقى ان المكان ده عليه حراسه بغباوه، يعني مش هنعرف ندخل فيه لوحدينا، احنا محتاجين معانا رجاله تساعدنا. صح احنا لازم نجيب رجاله عشان احنا لابسين طرح مش كده؟ ايه يا مين؟ ما تقعد يا عم مين في ايه؟ هتشوف بيقول ايه؟ بقول لك ايه؟ لو عايزين تنفذوا العمليه دي لوحدكم اوكي، بس انا اوت. احنا ننفذها لوحدنا. ثواني يا ميمي بالعقل يا ميمي في ايه؟ هات اللي عندك يا عم باولو خلصنا. هو شكله لازم نشوفه بعينه. تعالى يا سيدي. ايه ده؟ دي قلعه بعيده عن الجبل. Yeah!
انت بقيتي تمام قوي وتقدري تروحي دلوقتي يا ست مديحه. شكرا قوي يا دكتور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شفتي هي الحمد لله عادت على خير. الحمد لله البركه فيكي. متشكره قوي على وقفتك معايا. على ايه؟ انت زي امي وبعدين اي حد في الموقف ده كان هيعمل كده برضه. ما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي.
يلا بقومي معايا عشان اوصلك. لا لا توصليني ايه، كفايه تعبت معايا النهارده، انا بقيت كويسه الحمد لله. لا تعب ولا حاجه، دي حاجه بسيطه جدا. يلا قومي معايا. حاضر. الله الشنطه، يا لهوي الفلوس. فلوس ايه؟ فلوس الشغل كانت جوه الشنطه. You call Ziad right now and you tell him that everything is okay and that you want to see him now. خلاص يا زياد ساي اوكي بيل اسمه ايه بس ده بيمنا بوكوليش تكوت وانا بعدي انت كويس يا ها عمر الشقي بقى ايه يلا يلا قول يلا تعالى رصاصه في كتفك يلا يلا تقلقش دي كل الخيمة يا مهندس. يا تاني انت مالك منكت كده يا بل؟ عشان انت لسه مش عايز تقولي. هقولك على ايه؟ ان انت مسافر وهتسيبني. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ ما هي كل حاجة باينة زي الشمس يا مهندس. بتلم الخيمة وبتلمه عشان ايه؟ ما اكيد عشان تبيعه وتصفي. يا واد يا هبل يا اهبل، انا بودي الخام للبيت عشان هناك امن. انت مش شايف انه في برطجية بيبرطعوا في كل حتة؟ ودي ورشة هيبقى معروف فيها ايه يعني؟ حتى الرايق والجماعه لسه ما رجعوش من السفر. يعني المجموعه اللي كان الناس بتعمل لها خاطر مش موجوده. البلطجيه بقى هيعملوا لي انا ولا انت خاطر؟ مش كان فارغ. انا هات الشنطه وغير البيت يلا. هات الغبايش دول كمان ها. يا ابو زياد. صباح الفل. صباح الخير. دي بو يوسف اهلين. اهلين يا شباب. يا زيزو انت مش كنت وعدتنا بسيغات العمر؟ اهو نسيت كده. لا ما نسيت الليله ان شاء الله الليله نسهر سهركم الليله طبعا الليله الليله. بقول لك يا ابو زياد كفايه بقى كفايه، انت خليها علينا المره دي خليها علينا، ولا انت عايزهم يقولوا المصريين بكره؟ لا طيبوا حبيبي والله العظيم سعيد هو السبب، انا كنت بدي هيك شبابها ولا احنا كمان كان بدنا، لكن انت نصيبك جه معنا كده حبيبي. ابو زياد ديبو ديبو مش الله ابوس ايدك ابوس اجرك لا تقتلني ان شاء الله. ابو زياد عندنا في مصر اللي بيخون بيتعلم عليه، انما للاسف احنا هنا في غربه والتعليم بموتك. أنا ما عملتش حاجة غلط على فكرة. إحنا مش ملايكة يا شيماء يا بنتي. يعني اللي عندنا جناحات ولا معصومين من الغلط. بس الجدع فينا بقى اللي لما يغلط يقول أنا غلطت، مش يقعد يغلوش. وأنت غلطت يا شيماء. أيوه بس هو كويس على فكرة يا عمي وبيحبني. هو اللي يحب حد يمشي معاه من ورا أهله؟ هو كان هيجي يتقدم لي، بس بابا عيان اليومين دول. وقال لي اول ما ابقى ابوي يبقى كويس هيجيبه ويجي على طول. الكلام ده ولا كاني سمعته ولا يخش ذمتي. عارفه ليه؟ علشان كان المفروض تيجي تقول لنا من الاول الكلام دوت. وبعدين يا شيماء سيبك من الكلام ده، انا عايز اطمن عليكي، مش يمكن الواد ده عايز يوقعك في حاجه غلط. احمد مش كده خالص يا عم. البنت كل البنات اللي وقعوا في الغلط كانوا بيقولوا زي كده، ما هي لو ما قالتش كده مش هتقع في الغلط يا عبيطه. حتى لو هو كده انا مش كده، ده انتوا اللي مربيني. عارف يا حبيبتي عارف، بس برضه انا عايز اطمن عليكي ان انت شايفه ان ده مش من حقي. قولي لي هو بيشتغل ايه؟ عنده ورشه ميكانيكا. ميكانيكا يعني؟ هو عيب؟ لا مش عيب حبيبتي، ما دام الراجل بياكل لقمته من عرق جبينه ومفيش حاجه تعيبه خالص. بس اصل انا افتكرت زمان لما كنت بتجيلي تاخدي مصروفك الصبح كنت ابص لك كده اقول البت دي لما تكبر مش هجوزها غير واحد بيه. اه ما الجمال ده كله ما يروحش لاي حد.
بعدين كبرت يا كلب وكبرتيني وسبت كل البهوات اللي في الدنيا ورحت تحب الميكانيك. بس اقول لك هو اسمه نصيب. قولي لي شيماء هو عنوانه ايه؟ ايه؟ انت فاكر ان انا لو حاولت اعرف عنوانه مش هعرف ولا ايه؟ بس انا عايز اجيبها منك انت يا شيماء. وبعدين انا هروح اكلمه راجل لراجل. على ان بنت اعرف مين ده اللي خلى شيماء بنت اخويا اللي مش عاجبها حد في البلد تقع فيه لشوشتها كده. يا هبل مش لما اروح انا اكلمه احسن ولا امك اللي تروح ولا ديبه؟ لو النبي بلاش امي. طب انا بقول كده. ماشي. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. يا الله. وش زميلة بقولي؟ بيقول ايه الجدع ده يا بابا؟ تعبان؟ يا عم اقول له ينجز ويخلص. نيني عاش مين عاش؟ عاش. يلا يا عم بقى بلاش ده، عايزين نرجع. شد حيلك. يلا كويس؟ ما لازم. محدش فاهم حاجة، تعال. أنا آسف يا أنكل، كل ده حصل لك بسبب. ما تقولش كده حبيبي. هو أنت خايف عليا ولا إيه؟ أنا مش عارف كل ده حصل لك ليه. ده يا سيدي حصل عشان أنا وأنت نبقى أصحاب، مش إحنا بقى أصحاب. طب يا سيدي ما دام بقينا أصحاب دوت بقى عربون الصداقة. يعني إيه؟ يعني يا سيدي أي اتنين صحاب لازم بيجيبوا لبعض هدية عشان يعني لما بيقعدوا كتير ما يشوفوش بعض يفتكروا بعض بيها. فهمت؟ ولا انت فاهم حاجه؟ رامي تعالى. اتكلم. الو. انا مش فاهم ايه الاب اللي يعمل في ابنه كده ده. تسوى كام فرحة امه دي لما تشوفه؟ قصدك نعلي الفاتورة؟ فاتورة ايه يا ابو قلب جاحد انت؟ الموضوع اكبر من كده بكتير. مش موضوع فلوس ولا فاتورة. الموضوع انك تحس انك بني ادم. انت عارف يا يوسف؟ انا لو كنت موت النهارده ما كنتش هزعل. كنت اروح وانا مرتاح. عارف ليه؟ عشان أول مرة بنعمل حاجة صح. بقولك يا عم ميمي. ما تأفورهاش على نفسك. احنا بنعمل الغلط عشان ما لقيناش الصح اللي نعمله. احفظها كده عشان تستريح. جامدة قوي الشيشة دي يا سيكا. جامدة قوي. قوي. ايه ده؟ صباح الخير. صباح الورد. ما شفتش الرايق؟ وموري انا اخوه. انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا فاكراك، اصل كنت عايز اساله على ماما مديحة. مين؟ ماما مديحة. اه ماما مديحة ام يوسف. دي في المستشفى. ايه ده؟ ليه؟ انا فعلا بكلمها تليفونها مقفول طول الوقت. انت تعرفيش ولا ايه؟ لا. طب تعالي اقعدي احكي لك. شاب ايه الاول؟ انا احلى. هنية. واحد صاروخ. هنية. دي راحت التحرير ووقعت موبايلها وفلوسها. ايه ده ايه ده؟ وهي ايه الواد ده هناك اصلا؟ انا عارف عامله نفسها سولاجيه. طب وهي في مستشفى ايه عشان اروح لها؟ هعرف لك دلوقتي. المهم طمنيني، اخبار العريس ايه؟ عريس ايه؟ النونو النجم المستقبل. حبيبي كويس الحمد لله. على طول يا رب. وهتسميه ايه؟ لا لسه ما اعرفش. ايه ده بقى؟ سيبيلي الموضوع ده عليا، انا مسمي كل عيال المنطقه واد وبت. بس لسه الموضوع ده بدري شويه عليه. طب هو واد ولا بت؟ اوعى تقولي لي شايب، عايز علاوي. لا برضه لسه ما اعرفش. طب ما تيجي نروح نعرف. في هنا دلوقتي نعمل لنا اشياء نعرف واد ولا بت. معلش انا متابعه مع دكتور بقى. دكتور. طب ما اجي معاكي بدل ما تروحي لوحدك، انت فاهمه بقى اليومين دول الدكاتره مش مظبوطه شويه. لا معلش. طيب ميرسي قوي عن اذنك. طب الصاروخ؟ مره ثانيه. ماشي يا عسل. والصاروخ ده سيكا مين اللي هيشربه؟ ما خلاص ماشي. يا الف مرحب يا ابو يحيى، مصر نورت. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. الكلب ده لازم هنلاقيه حتى لو في سبع ارض. ولو مات هنشرح جثته ونتأكد ان هو هيحصل يا ابو يحيى. بس الاول استراح من السفر وبعدين نتكلم ونشوف هنعمل ايه. تعالي يا قلبي تعالي يا اختي، حطي حمد لله على
سلامتك. الله يسلمك. ألف سلام عليك. ألف سلام عليك يا ديحة حبيبتي. يا أختي على فكرة احنا جبنا النجار فش الباب عشان قلنا اكيد الشنطه ضاعت وفيها المفتاح. كتر خيرك يا حبيبتي. اتفضلي. اتفضلي. الله يسلمك. الله يسلمك. حلوه تعالي. بس ما تزعليش. لا يا حبيبتي ما تزعل ولا حاجه، الحمد لله على كل شيء. اتفضلي يا زوزة. وتشكريني يا كوز العسل انت يا حلوه. اتفضلي. الحمد لله على السلامه يا ديحه. الله يسلمك يا حبيبتي. اتضايقتي لما لقيت الضرب شغال في كل حته كده، ما هربتيش من شارع تاني ليه؟ يا اختي هو انا لحقت؟ ده انا يا دوب دخلت الشارع من هنا شمت لك ريحه المدعوق الغاز ده في كل حته، وناس عماله تجري، وناس التانيه انت عارفه بيضربوا بعمى، قعدت تجري في وسطيهم لغايه ما اغمى عليا. يلا الحمد لله ان هي جت على كده. بس تعرفوا ان انا جيت المنطقه دي قبل كده؟ والنعمه عند مين يا اختي؟ واحد اعرفه بس هو مسافر دلوقتي، فمش عارفه لو انتوا بتعرفوه يعني. هو اسمه ايه يا حبيبي؟ اسمه ديبو. ديبو؟ ديبو ابني؟ ابنك؟ ايوه. ما هو يبقى ابن سونا. معقوله؟ طلعتي تعرفي ديبو؟ اه من وسط البلد، من المنطقه اللي احنا بنقعد فيها مع بعض. آه. سبحان الله يا ولاد، شوفوا الدنيا ده اهي قد كده اهو، قد خرم الابره والله. احنا النهارده فرحتنا فرحتين، فرحه ديحه انها خرجت بسلامه، وفرحتي انك طلعتي تعرفي ديبو. حلوه يا اختي صدقتي انها فوز عسل يا زوزه. بس كنت عايزه هتقطع حلوه كده. يا اخوالا مش عارف اقول لك ايه يا بابا، راجل من ده راجل فعلا، مصري على حق. على ايه ديبو؟ ده بيزنس واحنا رقبتنا سداده. طب يلا بقى لازم نتحرك على المطار دلوقتي عشان ما تحصلناش اي مفاجآت. هو في مفاجأة واحدة بس كنت عايز اكلمك فيها. ايه؟ اتكلم. قولي لي يا خالتي، الدخان لسه بيكححك؟ دخان ايه يا بنت اللي هيكححني ده؟ هو ايه؟ دخان معسل؟ ده بيدروخ. الله عليكي يا ديحة يا حبيبتي، وانت مدروخة يا اختي ومسروحة على روحك كده اهوت، ويجي شجع السيمة ينزل على ركبة ونص ويروح شقطك على دراعه ويروح يديك القطة الأخيرة في جاتك. يا زوزة يا اختي عليك وعلى خيالك يا زوزة. ما احنا عندنا شجرة السيمة بتاعتنا اهي. الا قولي لي يا امين، هو انت بتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ انا صحفيه. وتعرفي بقى ديبو من امتى؟ من قريب، بس بصراحه من اول ما قابلته حسيت ان انا عارفاه من زمان قوي. لا ما هو واضح. طيب سلام بقى يا خالتي، الحمد لله على سلامتك. يلا يا جيجي عشان عندك شغل حبيبتي. يلا شغل ايه؟ لا لا، ده انا اول ما شفت امينه كده وقلبي اتفتح لها كده على طول. وانتوا كمان والله بجد. حبيبتي تعالي. اتفضلي. الو ازيك؟ عجبتك؟ طيب تمام، انا هنزل اصور لك كل حاجه اول باول. اوكي باي. طيب عن اذنكم، انا طلع ان انا عندي شغل لازم ارجع محمد محمود. اتفضلي يا حبيبتي. هعدي عليك يا طنط. هتبقى تعدي عليك يا طنط. يلا يا اختي هوصلك في سكتي. اجعلك في كل خطوه سلامه يا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك يا خالتي. الله يسلمك يا حبيبتي. سلام. الا قولوا لي يا ولاد، هو مين الاستاذ محمد محمود ده؟ تسلم يا غالي. تسلم تسلمي على سيكا يوصل. سيبها يوصل. يعني ايه؟ يعني انا قاعد هنا. قاعد هنا فين؟ قاعد هنا يا ميمي، قاعد هنا ومش راجع مصر. يا اخي انا ما صدقت، عايز ارجع مصر ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انت كنت ناويها من الاول وظبط كل حاجه وجاي دلوقتي تديني على قفانا ولا ايه؟ انا ما ضربتش حد على قفاه، كان في عمليه ونفذناها 100 100. انما خلاص دلوقتي كل واحد ودنيته. طب الشغل اللي كنا متفقين نعمله مع بعض في مصر؟ يا جماعه حطوا نفسكم مكاني يا جماعه، ده حلمي من زمان وانتم عارفين كده كويس. وايه اللي حصل لي في مصر؟ مشاوير وفيز وسنين طويله، ما حصلش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه في مصر. لما دلوقتي انا هنا، انا هنا. انا ما صدقت يا جدعان. وبعدين لو مال الدنيا كله في مصر انا مش راجع. ميمي لازم اجرب حظي هنا يا اخي. هي كانت في دماغك من بدري انا عارف. يلا. كل واحد متعلق من عروقه. يلا ايه؟ يلا ايه؟ ما فيش يلا. احنا جينا سوا وهنرجع سوا، مفيش عاد هنا لوحدك.
يا ميمي انا صدقت. ما صدقت ايه؟ صدقت يا اخي. مش هقول لك امك واختك وجيجي والجو ده، هقول لك احنا وانت ويوسف القهوه عشره العمر، كل ده رميته على ضهرك تجيبه بالسهل ولا ايه؟ ميمي انت دلوقتي اللي مصعبها عليا. انت اللي صعبها على نفسك يا اخي. ملعون ابو الحلم اللي يعمل فينا كده. يلا 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 غرس الدين ده هي. يلا يا يوسف. ماشي يا صاحبي شوقك. خلي بالك من نفسك، حط عينيك في وسط راسك. خلي بالك من امك. ها ماشي يا صاحبي. سلم عليا قبل ما غرفه داهيه. ماشي بس عايزك تحط دماغك لان الغربه دي عشتها قبلك. الدنيا الحلوه اللي انت فرحان بيها دي دنيا زي العسل، بس عسل هنمر يا صاحبي. سلام يوسف. ما تنساش تبعت نصيبي قبل ما توصل مصر. حصل. سلام. سلام يا وش الخير. يا صاحبي انت بتدعي لي حتى؟ ربنا معاك. بس عايز اقول لك على حاجه. انت هترجع مش تقعد هنا. عارف ليه؟ الضحكه الحلوه اللي في وشوشنا دي مش هتلاقيها في اي حته في العالم غير في مصر بس يا صاحبي. ميمي خلي بالكم من اخواتي. امي واخواتي في عينيكم. في عينينا دي بنتلاش. ايوه ده شو بيه؟ خير. خير ايه يا بدوي؟ الخير هيجي منين؟ موجود يا باشا. كفايه ان سعادتك الحمد لله موجود صح سليم ورجعت لنا بالسلامه. قول لي يا بدر، مين اللي قال للعيال الصيع على مكان الخن؟ والله يا باشا علمي علمك، ما هو اصل برضه اللي عارفين كتير. اوعى تكون انت يا بدر. ايه؟ ليه يا دهشوري بيه؟ ده انا لحم اكتفي من خيرك. ده انا دراعك اليمين. ماشي يا هنشوف. أصل مفيش حاجة بتستخبى كتير. تحت أمرك يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قوم يا حاج. أنت أحمد؟ أه أنا. تحت أمرك. تعرف شيماء منين يا ابو شيماء؟ لازم حضرتك من قرايبها. مظبوط. يبقى حضرتك اكيد الحاج ياسين. اصل هي حكت لي عنك كتير قوي، وحكت لي كمان ان انت بقيت زي ابوها بعد ما توفى الله يرحمه، وشوقت ان اعرفك كتير قوي. ولا في الحنيه وقالت لي عنك كلام حلو ونفسي اتعرف عليك. ده ما ياكلش معايا عشان مش حته عيل مفعوص زيك لسه ما طلعش من البيضه وهيثبتني انا في الكلام. جرى ايه يا عم الحاج؟ هثبتك انت ليه في الكلام لا سمح الله؟ انا بتكلم بحسن النيه وحياه ربنا ومفيش في دماغي اي حاجه تانيه. وهو اللي يتكلم بحسن النيه برضه يلعب ببنات الناس؟ انا؟ اسمعني بقى كويس وحط كلامي ده حلقه في ودانك. لو كنت فاكر انك هتقدر تلعب ببنتنا فده بعدك. عارف ليه؟ لان اقل واحد في اهلها ممكن يتربعه على دماغك انت واللي يشدد لك. حاج ياسين انا عمري ما لعبت بشيماء. انا كنت جاي اتقدم لها بس حصلت ظروف، ابويا تعب ودخل المستشفى وده اللي اجل الموضوع. وانا عن نفسي مستعد اتقدم لها حالا. اقسم لك بالله يا حاج ياسين انا عمري ما فكرت في شيماء بطريقه مش كويسه ولا لعبت بيها اصلا. ثم ان شيماء مش البني ادم اللي يتلعب بيها واكيد انت عارف ده كويس. انا عارف ان الموضوع مفهوم عندكم بشكل غلط ومش هيتصحح غير لما اجي واتقدم رسمي. وعشان كده يا حاج انا مستعد من بكره اجي اتقدم واطلب ايدها. بس استاذنك ابويا مش هينفع يكون موجود معايا عشان هو تعبان في المستشفى. يبقى الاصول بقى تستنى لغايه ما يطلع بالسلامه. كل اخوها كمان رجع بالسفر.
طيب يا حاج، اللي تشوفه اللي تشوفه حاج. انا مش هلاقي احسن من شيماء على فكره، ولا هلاقي نسب احسن من نسبكم. ماشي، بس من حسابك ان ياسين بركه جالك لغايه عندك وكلمك كلام راجل للراجل. انت عارف بقى ان كلام الرجاله عهد. ها لايمه بيننا بقى، ودينا هنشوف اذا كنت جيت اتكلمت مع راجل ولا اتكلمت مع حاجه تانيه. خد بالك من الموضوع حاج ياسين. على فكره انت اتكلمت مع راجل. مش فاهمه اختي شايف فيها ايه، بنت ممحونه قوي كده. الو، اوكي اوكي، طب انا جايه حالا. معلش يا جماعه استاذنكم، اصلا انا عندي شغل. يا بنت مش بكلمك، عاجبك اعمال اخوكي دي؟ انا عارفه لكم بقى. ما هو لو مش عايزني يقول لي، وهو يرتاح وانا ارتاح، وربنا يسهله مع المدعوه. انا مش عارفه انت جبت منين فكره ان هما مع بعض دي اساسا. ما انت ما شفتيهاش واحنا قاعدين. اي حد يجيب سيره ديبو من هنا تبقى قاعده مش على بعضها كده وبتفرق. يا بنت ردي عليا. والنبي يا جيجي سيبيني باللي انا فيه، وانا لا ناقصاكي ولا ناقصاه، اللي فيها مكفيني. وانت يعني اول مره امك تضربك؟ ما هي ما ضربتك ومرمطت بيكي الارض، واحنا كلنا. انا مش صعبان عليا الضرب، انا كل الفرق معايا البهدله اللي هو كلها دي، فرجت عليه الناس. والله بقى الغاوي ينقط بطاقته ويستحمل. هو نحل الكلب مفيش غيره؟ لا مش نحل، انا والبت موحى مسكناه وقررناه، وحلف بايمانات ربنا انه ما قالها حاجه. امال الوليه دي عرفت منين؟ هتلاقيها قطرتك مشيت وراكي، ما هي مش مرتاحه لك بقى لها فتره. يا لهوي، لو شفت اللي حصل له، دي جرسته جرسته. خلاص بقى الله ما تفكي. وبعدين هو لو بيحبك مش هيزعل، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب حتى لو كان من امك. طب تديني تليفونك اكلمه. خدت مني التليفون. يا لهوي على حظك النحس، لسه الرصيد خلصان. طب يعني انت لو كلمتيه هتقولي له ايه؟ يعني هقول له ما يزعلش بس كده. اه ماشي خلاص، انا لما انزل هبقى اشحن التليفون واكلمه. قولي والنعم. والنعم. ربنا يخليكي ليا يا جيجي. قولي يا اختي، بنت عيله ما يجيش وراكم الا هم القلب. قولي. انت عارف انت وحشتيني قد ايه؟ وانت كمان قوي يا ماما. يا روح قلبي مامي، يا روح قلبي مامي. انت انا متشكر قوي يا جماعه، انتوا رديتوا فيا الروح انا ماليه. ما تصوروش احنا كنا قلقانين قد ايه. معلش يا شيمي بيه، الحمد لله على سلامته. رامي زي العصر، ربنا يخليه لكم. انت عندك اولاد يا ريان؟ لا لسه، ربنا ما زالش. طب يلا بقى شد حيلك عشان تلحق تفرح باولادك وانت صغير، وتشوف احفادك دي متعه كبيره. ان شاء الله ان شاء الله يا باشا. امال التالت بتاعكم فين يا يوسف؟ لا يا باشا، تالتنا قاعد شويه استجم. خليه يستجم براحته، فلوسه هتروح لغايه عنده عشان يستجم. يوسف انا بجد مش عارفه اقول لك ايه، انا متشكره قوي قوي يا يوسف بجد. على ايه؟ انا وعدتك ونفذت وعدي. بجد انا حاسه ان مفيش اي حاجه ممكن اعملها لك عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته معايا ده. هو الصراحه فيه بجد. طب قول لي اي حاجه من فضلك، قول لي. خليها بعدين. بقول لك يا يوسف، ما يلا بقى عشان نلحق المشوار بتاعنا. مشوار ايه؟ المشوار بتاعنا لسه، هنجيب حاجات وعبايات. اه استاذن احنا. انت خلاص هتمشي؟ ايوه برشمي بيها. مع السلامه يا جماعه. سلام يا باشا. قول باي. قول باي لانكل. سلام عم رامي. بس عليا توحشني. ها وباي انكل التاني. باي. مع السلامة. باي. يا ديبو مبسوط هنا ولا ايه؟ تمام فل. طبعا انت عارف لازم انقلك من البلد اللي احنا كنا فيها ديت، لان اي حد من العيال اللي كان شافك كان هيرجعك مصر في صندوق. ارجع فين؟ لما صدقت اجي هنا ما خبيش عليك. وفي شويه حاجات في مصر كده وحشاني. وحشاني قوي يعني. بس عادي، كله يستنى وانا ما استنيت. بعدين لما الدنيا تتحرك اوقف انا. يا عم الدنيا مفتوحه، شاور انت بس. انا قلت لك يا بابا معايا شويه قرشين كده، عايز احطهم في المكان الصح من غير كحرطه وتراب وارض. كفايه بقى. معلش سيب لي نفسك وانا اظبطك. بس في الانجاز. الانجاز ما تقلقش حبيبي يا بابا. هيهاجر؟ اه. طب والمحل والورشه؟ هيبيعهم طبعا. وانت هتروح فين يا ابن الناس؟ انا اعرف اللي بيشتري بيجي وجايب الصنايعية بتوعه معاه، وبعدين ونفرض انه شغالك عنده، هتبقى مجرد صنايعي عادي جدا، وبرضه هيركب ناس عليك. شفت يا جلال؟ بعد خدمتي ليه طول السنين دي كلها تبقى دي اخرتها. الراجل ده احنا لينا حق عنده وهناخده. انت اللي شلت المحل ده على كتفك لحد ما وقف على رجله، انت اللي كنت بتديره وبتبيعه وبتشتري، وهو حيالله بياخد الفلوس.
بقول لك ايه؟ اصحى. الراجل ده من غيرك ما كانش كسب ولا مليم. طب اعمل ايه يا جلال؟ لازم نطلع منه بمصلحه. اه. ما هو لو كان عمل معانا الصح وادانا حقنا بالمعروف كنا سكتنا، انما ما عملش كده يبقى يستاهل. انت هتفضل عبيط لحد امتى؟ يا ابني انت خيبان مداريان. ارفع اي حاجه من حواليك من غير ما ياخد باله. ما هو لو في عدل في الدنيا دي، لو في بقى عدل كان على الاقل شاركك في المحل. يا ابني انا ما شفتش الراجل ده يوم واحد تعب ولا هشال الهم بتاع المكان. انت اللي مفحوط ليل ونهار لحد ما خليت المكان ده سمعه سمعه سمعه. وحياه ربنا الراجل ده لو كان ليه ابن من صلبه ما كان عمل اللي انت عملته. ايه يوسف؟ عايزك في كلمه. ازيك يا جيجي؟ عامل ايه؟ ديبو فين يا يوسف؟ ديبو جاله شغل هناك واحنا مع بعض، فهيقعد شويه يعني يعمل قرشين وبعدين يرجع على طول يعني. مفيش حاجه يا جيجي يعني. حقه. حقه. وحقنا فين؟ حقنا فين يا يوسف؟ يا جيجي لو كل اتنين في علاقه مع بعض ابتدوا يتكلموا في حق مين وحقي فين والكلمتين دول، ما كانش في اتنين في الدنيا عاشوا مع بعض. هو ما قاليش ليه انه كان ناوي يقعد ومش راجع؟ لانه هي جت صدفه، هو ما كانش يعرف، هو لقى الشغلانه دي. ما تدافعش عني. هو كان ناويها، ناويها من زمان قوي. اللي انا مش فاهماه هو ما بيقوليش ليه دايما بيسيبني اخر واحده تعرف. لا ايوه، هو انا اكره له الخير ولا يعني هقطع له رزقه؟ لا طبعا يا جيجي مفيش الكلام ده، بس زي ما بقول لك هي جت صدفه. خلاص ما تدافعش عنه اكتر من كده. هي خلاص خلصت، ودي بختار سكته. ما يبقاش يزعل مني بقى لما اختار انا كمان سكتي. مش راضي ترد عليا ليه؟ مال دراعك؟ يا سماح ما تلاقيش، دي وقعة صغيرة كده وربنا سترها الحمد لله. حبيبي مال دراعك؟ تاني يا عمتي ما قال لك وقع. وقع؟ أنت جبت لي العبايات. جبت لك العبايات يا عمتي. أنا كنت عاوزة يعني مايو بكيني كده. مايو إيه بس في السن ده يا عمتي؟ عايزة أروح الفسيل. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أمال فين ديبو؟ ما جاش معاكوا ليه؟ ديبو ربنا كرمه هناك وتعرف الواحد صاحب شركة كبيرة، ادعي له ربنا يوفقه. ده عياله يا ابني، ده ابن قلبي وبطني، يجي بالسلامة. ألف سلامة على دراعك يا حبيبي. الله يسلمك. تصبحوا على خير. ما تخليه يسود. معلش فوتكوا بعافية. يا بنت سماح وحشتيني. وأنت كمان. هو في إيه؟ تعالي يا عمتي تعالي. يلا ربنا يهني سعيد بسعيد. العبايات ما تنساهاش. ماشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيكا. وحشتني يا بت. وانت كمان. اوعى تسافر وتسيبني تاني. وحشتك ولا ايه؟ وحشتني قوي. والله كان نفسه معايا يا بت يا سماح. وانا كمان. بس الحمد لله ان انت رجعت لي بالسلامة يا اخويا. اقول لك على حاجة يا ميمي، انا كنت حاسة كده يا اخويا زي العيل التايه اللي مش عارف يروح فين ويجي منين. بجد يا سماح. ما تلاقيش. مش سيبك وسافر تاني يا بت. ايوه على الله. ماشي. وبعدين راجع لي كده دراعك مكسور. يلا عشان تعبان عايز اغير هدومي وعاملي لي اكل بقى حلو كلها. عامله لك يا لهوي، انا كل يوم بحضر اكل عشان لو هتيجي. تعالي. مالك في ايه؟ افتحي يا جيجي، افتحي يا بنتي، في ايه مالك؟ سيبيني بقى. وبعدين صبرت، انا خدت ايه؟ غلاوتي عندك؟ شفت غلاوتي خلاص يا ديبو. كده على ابو قلبي يا اخي. صدقت وعدك وطلعت كذاب. وحياة امك هترجع ما هتلاقيني، وانا قلتها لك. وايمانات المسلمين عندي ما هشتري حد بعدي. تعرف ألطف حاجة في اللي انت حكيته ايه؟ مش حكاية انهم سافروا من غير اذني او انهم بيشتغلوا مع الشيم من ورايا، لا، انهم بيتحدوني. لا ده كده تبقى ناس عبيطة قوي، مش عارفين الورطة اللي بيحط نفسهم فيها جنرال.
تفتكر؟ أنا متأكد. سعيد والدهشوري فين؟ سعيد متجنن من الحركة وقلقان من الدهشوري بسبب البيع اللي معاه له. الاتنين بقوا أغبياء. وما ينفعش اتنين أغبياء يتحطوا بعض. قوم واللي تشوفه سعادتك هنفذه على طول. سيبني الأول أشوف حكاية العيال دي إيه. تمام سعادتك. شوف يا سن، اللي بيعمل غلط نوعين. نوع عارف هو بيعمل إيه ومصر على اللي بيعمله ومتوقع رد الفعل. ونوع تاني غشيم مش فاهم هو بيعمل إيه، أطربانش. العيال دي عارفة هي بتعمل إيه ومتوقع غضبي ورد فعلي. عشان كده أنا عايز أفاجئهم، أدهشهم. يعني باولو عامل معاك الصح شيء، واحنا كمان عملنا معاهم الصح على فكره. مفيش حاجه بتيجي بالسهل يا اخويا. اللي ايه موضوع دهشور ده شيء، وازاي فك منك كده؟ عمتك منال لله هي اللي هربته. يلا مش مهم، هو كان هيفضل عندنا طول العمر. بعدين هو ما لعبش بينا قوي، ما اخر ضلينا على مكان الولد. يعني انت مش زعلان مني؟ انا محتار بس في امرك حبتين. من ايه بس؟ من ايه بس ايه؟ هبتك مره واحده علينا من بره، شكلك كده ما كانش مظبوط. خلاص يا كنت جاي هربان من حاجه ولا ايه حكايتك؟ وهرب من ايه بس يا اخويا؟ وانا قلت لك على كل حاجه، مرات الراجل مش سايباني في حالي، وانت عارفني ماليش في العك ده. يعني هي دي الحكايه من اولها لاخرها؟ طمني عليك. يعني لو كان في اي حاجه ما كنتش قلت لك، ده انت النص التاني يا جدع. ماشي يا سيكا، عديها بمزاجي. قول لي انت ايه موضوع المحل صحيح؟ ايه حكايته؟ خلاص متشطب وهنفتح قريب. ما شاء الله بالسرعه دي. فلوس حاضرة، شغل ماشي. فلوس حاضرة، شغل ماشي، صح؟ ما الفلوس بتعمل كل حاجة. أنت آخر حاجة كنت ماسكها إيه صحيح؟ يا عم ميمي، أنت تستجوبني ولا إيه؟ عيب يلا، أنت نص التاني، أنا بدردش معاك. ها طيب، عكارات، سمسار يعني، بس على نضيف قوي. أنا أحلى. أنا رايق يا كبير. شوف السمسار يشرب إيه؟ حاجة نضيفة. وعندك حاجة نضيفة تسيكا بسرعة. إزيك يا أمينة؟ أخبارك إيه؟ وحشاني. وانت كمان وحشتني قوي يا ديبو. ببقى نفسي اكلمك بس بخاف الاقيك نايم ولا في الشغل ولا حاجه. لا 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 خالص، انت تكلميني في اي وقت. ايه اخبار شغلك واخبار الجمنان ايه؟ الحمد لله، نشروا لي موضوعين وهو اديني شغال. تمام، انا عارف ان الدنيا مولعه عندكم. مفيش حد حاسس بنتائج اللي احنا عملناها، عشان كده احنا لازم نكمل. امينه خلي بالك على نفسك، انا عارف ان انت بتنزل الميدان. انا عندي ليك مفاجاه صحيحه. خير؟ في حد عزيز عليك جدا مبلغني اوصل لك السلام. مين؟ طنطسونا. طنطسونا مين؟ امي؟ انت قابلت امي؟ هو يكون امي بتنزل الميدان ولا حاجه؟ لا 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 خالص، ده موقف كده لقيت نفسي عندك في المنطقه، قابلتها بالصدفه وقلت لها اني صاحبتك. امك ست جميله جدا، رحبت بيا قوي. مع اني ما اعرفش ان ده حصل ازاي، بس كويس، انا مبسوط ان ده حصل. وانا كمان مبسوطه اني حصل. خلي بالك على نفسك يا دي. انت كمان خلي بالك من نفسك، وانا كل يوم هكلمك في نفس الوقت ده. سلام. باي. ايه ده؟ عبيت امي واخواتي؟ يا نهار اسود، تكون امي كهربت عليها ولا حاجه؟ ما ممكن تكهرب عليها واروح انا في داهيه. ربنا يستر. قبلت امي؟ قبلت امي ازاي؟